دولة الإمارات تغلق الأبواب أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فلا غطاء عربياً لاحتلال قطاع غزة، فيما انعقد الإجماع على تقديم الدعم الكامل للدولة الفلسطينية، رفض عربي لتحمل مسؤولية ما اقترفته إسرائيل في قطاع غزة. فالموقف ألا دور عربي إلا باتفاق سياسي حول دولة فلسطينية وإعادة الإعمار. وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد قال إن دولة الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن إدارة غزة مدنياً القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد بأن دولة الإمارات تؤكد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، موضحا بأنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الإمارات ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة. ما بعد الحرب في غزة ليس كما قبلها. رسائل تصدر عن أكثر من طرف عربي إلى إسرائيل، أحدثها تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، والتي استنكر فيها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوة الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة الخاضع للاحتلال الإسرائيلي. واعتبر الوزير أن نتنياهو لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله توجيه مثل هذه الدعوة أو اتخاذ تلك الخطوة، وشدد على رفض الإمارات الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة. وربط وزير الخارجية الإماراتي دعم ومشاركة بلاده بتشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني. ومن قبل أوقفت السعودية مسار التطبيع مع إسرائيل واشترطت وقف حرب غزة وإيجاد مسار يفضي لقيام دولة فلسطينية مستقلة للمضي في التطبيع. أما مصر فقد لوحت بتعليق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل حال قيامها بعملية برية في مدينة رفح أو ترحيل فلسطينيين قسراً إلى سيناء. ومع بدء التحركات الإسرائيلية وقيامها بما تقول إنه عملية محدودة في رفح، أعادت مصر التهديد بتعليق العمل بالمعاهدة، وأكدت أنها جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات، وعززت من الإجراءات الأمنية في شمال سيناء. خطورة الرسائل العربية لإسرائيل أنها صدرت عن أكثر دول المنطقة تأثيراً وفعالية وأكثرها اعتدالاً وتقبلاً للتعايش المشترك. فمصر أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، وتشكل الاتفاقية حجر أساس في أمن واستقرار المنطقة إلى الآن. والإمارات اتخذت خطوة شجاعة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل عام 2021، والسعودية كانت قاب قوسين أو أدنى من قبول التطبيع. مواقف تعني أن دول المنطقة ترفض تحمل تبعات ما تقترفه إسرائيل. لمناقشة هذا الملف معنا هنا طبعا في الأستوديو الباحث السياسي والاستراتيجي أمجد طه. من القاهرة ينضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. وفي حيفا ينضم إلينا أيضا الوزير السابق عن حزب الليكود أيوب قرا. أهلا بكم جميعا إلى حوار الرادار اليوم. أبدأ معك هذا الحوار سيد أمجد طه. من الواضح بأن دولة الإمارات أغلقت الأبواب أمام نتنياهو، لا غطاء عربي لاحتلال غزة إن يعني شئنا وتحدثنا بالكلمات الصحيحة. هل سيتلقى نتنياهو برأيك الرسالة؟ أعتقد الرسالة كانت واضحة منذ بداية هذا العدوان على غزة تحديدا، أن لا يوجد أي غطاء عربي لأي عدوان فيما يخص غزة، ودائما الخيارات العربية هي كانت خيارات الحوار المفاوضات والسلام وإيجاد الحل للدولتين، هذا فيما يخص الخطاب العربي. ولكن إذا ما ذهبنا لما ذهبت إليه الإمارات العربية المتحدة يوم أمس، كان يوما تاريخيا على المستوى الفلسطيني. إذا ما ذهبنا إلى الدبلوماسية
دبلوماسية الإمارات العربية المتحدة هي دعمت الخيارات الاستراتيجية الفلسطينية الوطنية في رئاستها وقيادتها للخيارات العربية فيما يخص الأمم المتحدة، وذهبت إلى ذلك القرار ودعمت القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبنيها في نهاية المطاف حسب المادة 4 في الميثاق الأمم المتحدة أن دولة فلسطين مؤهلة أن تصبح دولة كاملة المواصفات وعضوية كاملة لداخل الأمم المتحدة. ولكن هذه كذلك رسالة مهمة، هي أنه حتى الخيارات الوطنية الفلسطينية هي صحيحة، لأن لولا اتفاق أوسلو ووجود السلطة الفلسطينية في اتفاق أوسلو والاعتراف الإسرائيلي كذلك بالسلطة الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني لما وصلنا إلى هذه المرحلة، وكذلك تنبثق من روح الاتفاق الإبراهيمي، وهي ما تؤكد عليها الإمارات العربية المتحدة أن الخيارات الدبلوماسية والحلول السلمية هي المسار الصحيح. إذا ما كذلك ذهبنا تحديدا إلى ذلك الاستنكار الذي تحدث عنه وزير الخارجية، كان واضحا، هي إدانة أولا واضحة وصريحة للتصريحات نتنياهو، أن هذه التصريحات أولا مدانة، وثانيا والجزء القانوني في هذا أن لا يجوز لنتنياهو أن يقرر تماما، لأنه ليس سلطة شرعية أولا، وذلك ليس حسب القانون الدولي فقط بل حسب الاتفاق اللي موقع عليه دولة إسرائيل، وهو الحديث عن اتفاقية أوسلو تقر في البند الثالث أن غزة أرض فلسطينية، وبالتالي من يقرر هي حكومة فلسطينية منبثقة من أهل فلسطين، وهي من تطلب الإغاثة والإعانة إن كان على المستوى الأمني والميداني. واضح. سيد أيوب قرى، استمعت لحديث السيد أمجد طه بالإضافة طبعا لتصريحات وزير الخارجية الإماراتي، من أين برأيك استمد نتنياهو هذه الشرعية التي تحدث بها وهو يختار من سيحكم غزة بعد نهاية الحرب؟ برأيك إلى أي مدى بعثر تصريح وزير الخارجية الإماراتي أوراق نتنياهو في غزة؟ الموضوع وليس من منطلق السلبيات، لازم ننظر إليه أنه نحن يعني نخشى أنه الإخوان المسلمين اللي عراسهم ما يسمى المنظمة الإرهابية حماس، يعني هن اللي إذا كانوا لا يمكن يكون استقرار بالمنطقة. من هذا المنطلق نحن لا إسرائيل أعلنت لا سوف لا تكون يكون هناك احتلال في غزة، إنما حرب ضد الإخوان، يعني ضد داعش حماس اللي موجود اليوم. فإذا بيكون هناك قوة فلسطينية بإمكانها إنها تجلس الأمور كلها وعندها القوة الكفاية. طيب لماذا لم يتحدث عنها نتنياهو؟ لماذا يقحم دول عربية في موضوع كهذا؟ لماذا لم يتحدث نتنياهو عن ضرورة وجود حكومة فلسطينية مش بالضرورة حماس؟ من الأول أعلن نتنياهو من أول بداية المشكلة في 17 قال لا يمكن يبقى الإرهاب حاكم غزة، ونحن لازم ندور على بديل إله، فأصبح إنه هو بناشد كل اللي بهم. لا اسمح لي يعني معناته نتنياهو في ورطة ويبحث عن بديل. البديل هو الشعب الفلسطيني يا سيد قرى، مش الشعب الفلسطيني هو اللي عايش في غزة، مش الشعب الفلسطيني الذي يحق له كما كان يقول أستاذ أمجد طه هو من يستدعي المساعدة الدولية، وبالتالي لا يمكن لشخص آخر أن يحكم مطرح الشعب الفلسطيني في غزة. ما حدا إسرائيل طلعت من غزة، من خلت منطقة غزة لوحدها بدون أي قرار لا في الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا حدا، لأنه ما هي بدأت تحتل غزة ولا لها مصلحة تحتل غزة. للأسف الشديد السلطة الفلسطينية اللي كانت هي العنوان كرتتها بصورة غير شرعية المنظمة الإرهابية حماس. من هذا المنطلق فيش هناك قيادة شرعية لهذا الوضع. وين راح الشعب الفلسطيني سيد قرى؟ يعني الشعب الفلسطيني كله أصبح حماس، وين راح الشعب الفلسطيني؟ أنا عم بحكي اليوم على أرض الواقع، بكيش نسمع الواقع بلاش.
في ما أرض الواقع أن أنت ترجع للشعب الفلسطيني ولا تورط الدول العربية بخياراتك الخاطئة. انتخبها الشعب الفلسطيني، أسمها السلطة الفلسطينية. حماس قتلهم، قتل 800 ضابط من السلطة الفلسطينية. يا سيد قرأ، تعيدنا إلى تاريخ 2007 وبعد 2007، يعني نتحدث اليوم نحن عام 2024. دعني فقط أذهب إلى السيد غطاس في القاهرة. سيد غطاس سترد عليه. نعم. سيد غطاس الآن نعم. برأيك بعد وضوح طبعا. الموقف من دولة الإمارات، وضوح أيضا الموقف المصري الأردني السعودي، هل أصبح نتنياهو في ورطة أكبر وفي عزلة أكبر؟ يعني لو سمحتي لابد أن نراجع الكلام بتاع ضيفك، هذا الضيف من إسرائيل وهو سيد أيوب قرأ، فبالطبيعة يدافع عن كلام معلمه. ولكن نعم، أيوب قرأ هو ليكودي وكان وزيرا سابقا، وهو بالتأكيد سيدافع عن معلمه نتنياهو. لو سمحت سيد قرأ استمع، سيرد على بعض اسمع ما جاء على لسانك. لو سمحت بهدوء سيد غطاس، لن يكون هناك اليوم إلا حوار هادئ. الموقف بوضوح شديد، الموقف طيب قبل ما قبل حرب 7 أكتوبر، ما هو موقف الليكود ونتنياهو زعيم الليكود؟ بإجماع حتى الإسرائيليين، وهذه تهمة سيحاكم بها نتنياهو نفسه، أن من سهل وجود حماس التي يزعم ضيفك أنها إرهابية وجامعة إرهابية، الذي تبناها ودعمها وثبتها في غزة هو نتنياهو وليس أحد آخر. هذا الكلام إسرائيليا، ولدي عشرات الأسماء من ناس محترمة جدا، منهم رؤساء الشباك السابقين ورؤساء الموساد السابقين، الذين قالوا علنا أن نتنياهو هو الذي أضعف السلطة الفلسطينية في رام الله وساهم في إيجاد حماس وتثبيتها في قطاع غزة. من الذي كان ينقل 30 مليون دولار شهري إلى حماس ليثبتها؟ الآن بعد الحرب خرج علينا السيد نتنياهو ويقول لا حمستان ولا فتحستان، وبالتالي هو يرفض تماما وجود أي سلطة فلسطينية، سواء السلطة المعترف بها في كل العالم والتي لها سفارات، أكثر من سفارات إسرائيل حتى في العالم كله، ولا حتى لحماس التي يتهمها سيد قرة ويعني حزب الليكود واليمين الديني المتطرف في هذه الحكومة. سموتريتش أول امبارح تأكيدا لما أقوله، سموتريتش أول أمس قال إذا صوتت الجمعية العامة لصالح الدولة الفلسطينية أن تكون عضوية كاملة سأوقف تحويل فلوس الفلسطينيين، نقود الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل. وبالتالي هناك موقف أيديولوجي في عقل نتنياهو، ليس حديث العهد، هو موقف أيديولوجي ثابت للليكود ولليمين الديني المتطرف الذي يقول أنه لا للفلسطينيين في غزة، ويسعون إلى إعادة احتلال غزة. وليس صحيحا ما قاله ضيفك أنه لا نية لإسرائيل لإعادة احتلال غزة. أذكر هنا بأنه مؤتمر لليمين الإسرائيلي في الكنيست الذي قال يجب أن نعود ونستوطن غزة مرة أخرى ونعود للمستوطنات التي انسحبوا منها. وبالتالي هناك موقف، هناك الآن بناء معسكرات للجيش الإسرائيلي على محور نتسريم، ولا يوجد ما يؤشر إلى أن إسرائيل سوف تنسحب من قطاع غزة حتى إذا تمت هذه العملية. وبذرائع نتنياهو هو إله خلق الذرائع حتى يستمر هو في السلطة، لأنه يخشى أنه إذا انتهت هذه الحرب سيحال إلى التحقيق، أولا بتهمة 4 قضايا فساد ورشوة إلى آخرها، وبتهم إضافية هو اعترف أول أمس بنفسه أنه يتحمل المسؤولية مع الآخرين عما حدث في 7 أكتوبر. وبالتالي الموقف، محاولة إيجاد أو التغطي بالعامل العربي، هو ليسد الفراغ، لأنه عاري تماما من أي قدرة على تسويق احتلاله مرة أخرى لقطاع غزة. نعم يا سيد غطاس، أعود إليك سيد أمجد. برأيك الآن كيف تتوقع خيارات نتنياهو بعد قطع الطريق أمام خططه كما كان يقول السيد غطاس؟ الخيارات صعبة جدا، ولكن هنا دعينا نذهب إلى ما ذهب إليه وأكده من تعامل مع نتنياهو بشكل مباشر، وهنا نتحدث عن ترامب وكوشنر. كوشنر في كتابه يتحدث ويقول أن ترامب عنده حديث خاص معه، قال له أن أحد مشاكل the biggest problem in the Middle East and in Israel
إز نتنياهو هيمسلف أكبر مشكلة في الشرق الأوسط وفي إسرائيل ذاتها هو نتنياهو ذاته. يعني هي المشكلة في القيادة اللي موجودة وفي نقيضي الطرفين. الآن نتحدث إن كان على الداخل الإسرائيلي نتنياهو هو المشكلة، ولا يختلف تماما كذلك التطرف الحمساوي، يعني حماس هي جزء من المشكلة وكذلك نتنياهو جزء من المشكلة. ومن المؤكد بعد هذه الحرب إن ما وصلت إلى نهايتها أن هؤلاء هذه الأطراف إن كانت حماس أو إن كانت نتنياهو هم خارج المعادلة على المستويين الشعبين، والشعب إن كان الشعب الغزاوي وإن كان الشعب الإسرائيلي كان واضحا في نبذ الطرفين. ولكن اسمح لي سيد أمجد، أنا أريد أن أعود إلى نقطة ذكرها السيد قرا، هي نغمة نسمعها من الليكوديين وباقي المتطرفين في إسرائيل، عملية ترهيب أنه راح يكون فيه حمستان في غزة أو الإخوان المسلمين في غزة لو لم تتدخلوا، ينطلقون من هذه النقطة بالتحديد، وكأنهم يعني يحاولون بشكل أو بآخر استدراج دول بعينها معروفة بأنه هي يعني تحارب الإخوان أو تنظيم الإخوان، ومنها الإمارات، منها المملكة العربية السعودية، منها مصر والأردن. جزء من حل قضية الإخوان المسلمين وإرهابي إخوان المسلمين في المنطقة هي حل الدولتين والوصول إلى الحق الفلسطيني بشكل كامل. يعني إذا أردت أن تحارب وتكافح الإخوان المسلمين وحزب الله وغيرها من المجموعات، أعط الفلسطينيين تحديدا دولتهم وحقوقهم وأرضهم وكرامتهم، ولن يستطيع الإخوان المسلمين استغلال هذه القضية بعد هذا تماما. مكن السلطة الفلسطينية التي ذهبت إلى اتفاق أوسلو من حقوقها بشكل كامل وأعطيها القوة الكاملة في 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 الضفة الغربية، كي نصل إلى قوة فلسطينية موجودة تستطيع هي بذاتها تكافح الإخوان المسلمين. نحن ندرك تماما أن وصلت السلطة الفلسطينية إلى صراع كامل وشامل مع 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 جماعة حماس تحديدا، ولكن من وحد هذا الصف ومن دعمه في وقت ما دعم الطرف الإخواني فيه هو نتنياهو. هو نتنياهو. وبالتالي الحل في إيجاد الحلول السلمية لقضية فلسطين. وليس دعم دعم المتزمتين على جانبي الجانب هذا الصراع. الحل أعتقد وبشكل إيجاز فيما يخص هذه النقطة، الحل عند الشعوب إن كان في إسرائيل أو الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية. خرج أبو عبيدة لسبع مرات يخرج ويطالب الشعوب العربية باستهداف المصالح الأمريكية وكذلك الإسرائيليين والذهاب إلى الحدود العربية الإسرائيلية. الشعوب العربية بشكل وجيز بعضها ذهبت، ولكن المعظم السواد الأكبر منها لم يذهب إلى هذه الحدود. هذه رسالة عربية إن هذه الأجيال العربية ليست مع حماس ولكن مع القضية الفلسطينية. من تراهم يخرجون دفاعا عن كرامة وشعب فلسطين وليست مع حماس. ولم ترفع رايات حماس في الوطن العربي، بل رأيناها رفعت في دي سي وباريس. عودة إليك سيد القراء، استمعت لما جاء من تصريحات لأمجد طه وأيضا للسيد غطاس. سيد غطاس قبل قليل استذكر تصريح لنتنياهو، استمعنا له في الأشهر الماضية، لا فتحستان ولا حمستان في غزة، هو تماما يعني بالنسبة له غير وارد أن الفلسطينيين يحكمون في غزة، هذا فقط لأنه كنت قبل قليل كنت تتحدث عن تنظيم الإخوان أو الإخوان المسلمين. كيف تدافع عن هذه النقطة؟ نتنياهو مش معترف بالفلسطينيين كسلطة ممكنة أو لاحقة فيما بعد يختارها الشعب الفلسطيني. نتنياهو من أول الأحداث، وما تقاطعنيش وتعطي خمس دقائق يحكي كل واحد ونفس الهدف وإلي تعطيني الدقيقة. لا سأعطيك الحق، سأعطيك الحق، تفضل أنت حر تقول لي بدك إياه. كل الوقت يعملوا نفس الحجة. أول شيء اللي كان يعطي الأموال هذا بيحكوا عصرين، اللي كان يعطي الأموال لحماس 30 مليون دولار هي قطر، يحكوها ليه بتحكوهاش؟ قطر
كانت تعطي هاي الأموال كان بيستلمها في المطار ويوصلها بموافقة إسرائيل بموافقة إسرائيل. نعم نعم سيردون عليك. لن تصل هذه الأموال سيد أمجد أنا وعدت سيد أمجد أنا وعدت سيد قرى أن يتحدث بدون مقاطعة. اسمحوا لي سيد قرى أرجوك نعتذر يا سيد غطاس اسمح لي فقط لأنه أنا وعدت السيد قرى أن لا أقاطع كما فعلت مع أمجد مع حضرتك رجاء تفضل رجاء اسمعوا فيش ديمقراطية يا سيد قرى تفضل الآن لن يقاطعك أحد راح أعطيك دقيقتين دافع عن موقفك ليش دقيقتين أعطيتيهم 10 دقائق طيب لأنه عندي فاصل سأعود إليك سيد قرى تفضل أول شيء لازم إنهي موضوع دعم حماس إسرائيل أنا في الحكومة سنوات أنا كنت في الموضوع شخصي في حياته ما قبلنا هاي الأموال تروح لغزة من منطلق دعم لحماس الأموال هاي إجت من قطر كان واحد اسمه أحمد باسم الحكومة القطرية يجي على غزة مع الأموال من قطر في كان حلين الحل الأول إنه نعطيش قطر تعطي هاي الأموال أو بيكون حرب على الجنوب عنا فاخترنا اللي أريح إلنا إنه نفوت الأموال أما ولا مرة خاطئ. كنا راضين على خاطئ. هذا ولا نعم. مرة كان في عنا كلام خاطئ كثير. تماما يلا لحظة أرجوكما تفضل سيد قرى الموضوع الثاني نحن قوينا حماس نحن طلعنا من منطقة غزة على أساس نفحص إذا رجعنا للحدود 67 إنه هل هذا موضوع هو سياسي لدولة مش دولة موضوع مش ديني فبيّلنا إنه حماس إخوان موضوع ديني كانت السلطة الفلسطينية بتقدرش عليه وعشان هيك نتنياهو يحكي اللي بيحكيه مش لأنه بده يحكم طيب. غزة مش لأنه بده يغير الفلسطينية واضح. مش لأنه له مصلحة واضح. يكون شيء جديد في فلسطين واضح سيد قرى أنت راضي أعطيتك الوقت بما يكفي أذهب إلى فاصل أنت أمورة أول شيء أشكركم أنه ما قاطعتوا سيد أيوب قرى لأنه دائما يتهمني أنه ما أعطيه الوقت الكافي كان عندك تعليق فيما يتعلق بالأموال التي كانت تصل إلى حماس عن طريق قطر وبموافقة إسرائيلية وأمريكية من مشارك في هذا التمويل تحديدا هي الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل أين كان من كان في السلطة بموافقة هؤلاء تم إرسال الأموال إلى غزة يقول أن هذه كانت خيارات الشعوب ليست تجارب لكم والشعب الفلسطيني ليس رهينة خيارات خاطئة إن كان فيما يخص الخيارات الإسرائيلية قرار خاطئ إن ما حدث الآن في 7 أكتوبر وإن كانت هذه العملية إرهابية والكل والجميع يتفق على إدانتها لكن السبب في ذلك الخيارات الخاطئة للسلطة الإسرائيلية تحديدا والولايات المتحدة الأمريكية انتهينا من هذا فما من مول الإخوان المسلمين إن كان في غزة أو خارج غزة كذلك شاركت طيب. الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك لكن رسالة هنا لضيفك في من حيفا تحديدا الشعوب اختارت السلام وتختار السلام نحن نستطيع الوصول إلى السلام إذا ما كان الطرف الآخر كذلك يمد يده للسلام اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وصلوا إلى خيار السلام رغم أنهم كانوا في حرب وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية من آخر العالم واحتلت اليابان وكانت هي الخطأ والباطل ورغم هذا كان خيارا شجاعا من اليابان تحديدا عندما مدت يدها للسلام مهما كانت الحقوق ومهما كانت الخيارات طيب. لكن اليوم اليابان تغزو الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا والولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر حليف لليابان طيب. إضافة إلى هذا ما ذهبنا إلى إيرلندا تحديدا والمملكة المتحدة كانوا في أولا كانوا في أزمة وحرب لم تكن على الأراضي فقط بل كذلك كانت بين الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانت أي حرب دينية إضافة إلى الأراضي ورغم هذا وصلوا في الجمهورية
الجمعة العظيمة إلى السلام. نحن نستطيع الوصول إلى السلام لكن بعد الاحتراف بحقوق الجانبين وعلى رأسهم وأهميتهم هي قضية القضية الفلسطينية وحل الدولتين وحدود الفلسطين الواضحة. أنا صراحة في هذه النقطة أود أن أذهب إلى السيد سمير غطاس لأنه ربما لديه أيضا العديد من التعليقات على ما جاء على لسان أيوب قرا. وأريد فقط سيد غطاس إن شئت أيضا نتحدث عن الإدارة الفلسطينية المتوقعة بعد نهاية هذا الحرب على الأرض وعمليا، ما القدرة فعلا للتوصل لحكومة فلسطينية خالصة تدير القطاع عمليا؟ هل هذا ممكن؟ أوكي. أولا الأمر لم يقتصر فقط على تسليم 30 مليون دولار لأول مرة في تاريخ العالم، أنه كاش ماني 30 مليون دولار تصل إلى مطار تل أبيب، تاخدها الشين بيت مش أحد تاني، تحرسها إلى أن تصل إلى مشارف قطاع غزة، يستلمها محمد العمادي إذا لم يكن يعرف وزيرك، وهو سفير غير مقيم لقطر في غزة، ويسلمها لحماس. والآن نتنياهو يقول أن هذه الأموال هي التي لو سمحت سيد أن هذه الأموال هي التي اشترت بها حماس وبنت الأنفاق إلى آخره. هذه مسألة. المسألة لا تقتصر على الأموال. بويلر وهو الوزير المفوض لدى الاتحاد الأوروبي وهو شخص لا فلسطيني ولا منا ولا شيء، هو الذي قال له تصريح رسمي يقول أن نتنياهو هو الذي ساعد على تثبيت حركة حماس في قطاع غزة وأضعف السلطة الفلسطينية. وضربت مثال حالي حاضر الآن بسموتريتش الذي يدعو إلى وقف تحويل أموال الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية والتي ولكن هي ليست طرفا في غزة وليست سمير. حماس وليست دعني فقط أقاطعك ولو لمرة. أرجع بقى. اسمح لك فقط السيد قرر قبل قليل لم يستبعد ذلك ولم يعني ينفي ذلك تماما، لكن قال لم يتوقع أن تفعل حماس ذلك، أن تقوم حماس بهجومها في 7 أكتوبر. يعني أنت عارف يعني هناك براغماتية في السياسة. أيوة عندهم مشكلة في الاستخبارات. لا 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 لا، هذه خلل بيحاكم عليه الآن مدير المخابرات العسكرية حليفة الذي هو مسؤولا عن مجمع الاستخبارات في إسرائيل، استقال واعترف علنا بأنه قصر في مهامه. إسرائيل حتى الآن لم تستطع أن تحرر رهينة واحدة، لم تستطع أن تعثر على قيادة حماس حتى. هناك خلل كبير سوف يحاكم عليه من نتنياهو جري لقادة الجيش نفسهم والاستخبارات. طيب. على خلل أساسي في الاستخبارات الإسرائيلية. بس دعينا من هذا. السلطة الفلسطينية كانت موجودة على المعابر وعادت وفقا لاتفاق حصل في القاهرة بين حماس وفتح على إدارة المعابر، لكنها في النهاية أقصيت من هناك. السلطة الفلسطينية الحالية الحكومة الحالية التي تعترف بها أغلب دول العالم والدول العربية، باختصار الوقت التكنوقراط أدركنا. باختصار التكنوقراط لهم القدرة على إعادة إدارة معبر رفح مرة تانية إذا انسحبت إسرائيل. السؤال لكل إسرائيل لنتنياهو وغيره، لدينا لدى إسرائيل 5 معابر على الأقل برية يجب أن تفتحها، ليس معبر رفح وهي معابر تسيطر عليها إسرائيل. نعم يا سيد غطاس، اسمح لي يا سيد غطاس، أدركنا الوقت أفراد، ولكن يمكن أدركنا أن الوقت يا سيد غطاس. واضح في أقل أن المعبر أيوة. نعم في أقل من لا يوجد أي ضرورة للتغطي طيب. بالدول العربية يمكن لا تغطية إذن بالدول العربية يا سيد يا سيد قرا سيد قرا لم يعد عندي وقت يا سيد غطاس. نعم. سيد قرا في أقل من 30 ثانية ماذا سيفعل نتنياهو الآن؟ أي خيار يتخذ؟ لم يعد بالإمكان أن يكون هناك غطاء عربي في بدون حكومة فلسطينية. باختصار فيش حل ثاني، الحرب بتوقفش إذا الإخوان المسلمين موجودين هناك، وإذا بكون هو الخيار أي خيار ثاني فهذا بيتعلق في الدول العربية وأمريكا باتفاق مع إسرائيل. طيب. بيكون هناك إدارة فلسطينية. شكرا. ما حدا بيكون هناك شكرا. إدارة مساعدات. شكرا شكرا. عودة إليك سيد أمجد، مسار التطبيع في كل هذا ما مصيره؟
المصير هو أعتقد هو كان الأفضل فيما يخص إذا ما لم يكن مع نتنياهو، بل إذا كانت هناك سلطة تسمع للطرف الآخر إن كان الطرف العربي أي إن كان. بسبب التطبيع تحديدا وصلت المساعدات إلى أكثر من 3714 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية الإماراتية عبر معبر كرم أبو سالم، وإضافة إلى عملية الطيور الخير. الخيار السلام هو خيار السلام هو الأفضل. عملنا ذلك، طبعنا العلاقات مع إيران رغم كل ما تفعله في الوطن العربي، وكذلك فعلنا مع تركيا رغم تدخلها في الشؤون العربية، وكذلك مع قطر، وكذلك نذهب مع إسرائيل. وهنا الأمثلة تضرب ولا تقاس، واليوم ما تفعله إسرائيل هو إجرام بحق الإنسانية، كما فعلت كذلك حماس في 7 أكتوبر إجرام بحق الإنسانية. شكرا أمجد طه في الأستوديو، شكرا لسمير غطاس من القاهرة، شكرا لأيوب قرا في حيفا، شكرا جزيلا لكم.